السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على هذا عمكم العريضة. العريضة هذا اللي قوى الهضرة بزاف، تال مصاب مساكين الناس مبلونجين على رسالهم أكماصة كيما تهدر تجي. المهم تدخل تندم عليها، تا كيفاش تتهم ناس جزائريين ما تعرفش المسار تاعهم، انت ما تعرفش المسار تاعهم. اللي كانوا يعطوك في المعلومات هذوك ضد الجزائريين ضد الوطنيين، ما تعرفش المسار تاعهم، خاطش عارفين بلي هذوك ناس كيما هذا حافظ الراجل كيجمع على الحاج هذو غادي كيجوا. يبدا الشطرب، بدا الشطرب كيما شاهدنا واحد رسلوا لي واحد الاخرى تاعو هذاك يقولوا له مقصر الشعب اللي تاع الاخر، مقصر الشعب اللي تاع اليوتيوب، قال لهم باللي كي جا صادي اقصاء الكفاءه وكل سولوا لي الكفاءه اللي كانت في المنتخبات في الاخرى، وروها لنا وروها لنا والله لا بصح. يا تعاير في ناس مستعملينك، ايو تعجبونا من يقول لك هذو الناس يديروا ابتزاز وباهو بعد بالكم بلي راكم كاينين كاع راكم قدامنا، تبغوا نديروا لكم لي كونت تاعكم، شحال عندكم الكونت وشحال كانوا يدخلوا لكم دراهم وكلش، ما كاش كاع مشكل. تبغوا نديروا لكم لي كونت تاعكم نديروا غادي، مهم غادي نبدا تعرفوا لي كونت تاعكم. سهله. اسمعوا معنا هذا عمكم العريضة كيفاش تخمام تاعه. انت كي تجي تهدر على حافظ الرادي وتقول لهم حافظ الرادي قال باللي 2025 راحت، حافظ الرادي صح هدرها، انت كيفاش تجي تكذب في ناس؟ وحنا شفنا الاتحادية الجزائرية خرج المكلف بالاعلام قال باللي اترشحنا 2027، انت جاي تكذب وجاي تخلق في كذبة وحده اخرى تاع المكذب. أنا نقولها لك كاين ناس اللي كانوا يعطوك المعلومات كانوا مخلعة كيفاش تخلق الكذبة، كيفاش الكذبة تخلقها، والله لا مخلعة والله العظيم. اسمعوا قبل على بالك رانا نقصولو كيما قالك هو، أما يقصولي في كلامي أخويا. اسمع التسجيل تاعك 100%. اسمع روح يا خويا الهاشمي، كيفاش تنسحب انت من القان 2025؟ نو، من غير المعقول تنسحب من القان 2027. قال لنا ويتهم في الدوله باللي حمير، هذا حمار، هذا يتهم في الدوله باللي حمير. سمعت شو تعطوني 2025 لما نديش، بصح هذه تاع تنسحب من القان 2025 راك تفتح طريق اللقجع وحده، ومن بعد كي يديها يقول لكم انتم ما انسحبتوا. قال نو انسحبنا باسكو هو يقول لك هو هدر نورمال، هو هدر، هو ما قالش رسميا، قال باللي رانا نبنوا في الصد هذا نحضروها كيما نقولوا الكاس افريقيه اذا ديناها. كيفاش مسكين؟ اسمعوا تشوف يقول لك رماكم على راسكم رحتوا سحبتوا الدرة. سمعوا كلش يا خويا الهاشمي، كيفاش تنسحب انت من القان 2025؟ نو، من غير المعقول تنسحب من القان 2027. قال لنا تعطوني 2025 لما نديش، بصح هذه تاع تنسحب من القان 2025 راك تفتح طريق اللقجع وحده، ومن بعد كي يديها يقول لكم انتم انسحبتوا. قال نو انسحبنا باسكو هو يقول لك هو هدر نورمال، هو هدر، هو ما قالش رسميا، قال باللي رانا نبنوا في الصد هذا نحضروها كيما نقولوا الكاس افريقيا اذا ديناها. يقول لك رماكم على راسكم رحتوا سحبتوا الدراجي، عنده نوايا خبيثة، راني شوف الفيديو تفهم، نوايا خبيثة راهو الدراجي، راهو ملي بدا يهضر على الموضوع هذا هو يمهد الطريق لوسمو، يمهد الطريق للمغرب باش تديها. قال لهم باللي المغرب بداتها والجزائر عطاو لهم 2027، الجزائر ما ترشحتش، رديت عليه قلت له الجزائر كاع ما ترشحتش 2027. الجزائر ما ترشحتش 2027؟ اسمعه كيفاش يعطوا لها 2027؟ راحوا للاتحاديه تاعنا قال لك يا صح مادام الدراجي عنده معلومات وصح راح يعطوها للمغرب، وحنا راح يعطونا 2027 بصح لازم نترشحوا باش يعطونا 2027. كي الجايحين راحوا ترشحوا ل 2027، هنايا الدراجي دار خطه
أروع ما يكون بالنسبة له أنه بعد ما ترشح الجزائر 2027 يعني يعطي الأفضاليات على المغرب 2025. فهنا الخطة الأولى. الخطة الثانية واش راح قال لهم كي خرج؟ قال لهم بلي علاش ترشحتوا ل 2000؟ قال لهم بلي انتم ما ترشحتوا ل 2027 بصح لا واسمو ما راحش يعطوها لكم لان نفس ليس نفس المنطقه. يا ماشي قلت لهم بلي يعطوا لكم 2027 غير قلت لهم مصادرنا وكذا المغرب سوف تنظم كاس افريقيا 2025 والجزائر 2027. وبعد كي ترشحت الجزائر 2027 تقول لهم ما راحش يعطوها لكم تما رميتهم على راسهم. ودوكا راهو يمهد باش الجزائر تسحب الملف والبلدان الاخرين يسحبوا الملف. راك شايف كيفاش؟ وتبقى المغرب وحدها باش يمهدها 100% تديها المغرب. وبعد كي يسحبوا تبقى المغرب وحدها يعطوها للمغرب. كي يعطوها للمغرب تقول لهم كيفاش حنايا؟ يقول لك انتم ما انسحبتوا. هنا التبرئه للقجع والكاظ. انتم ما انسحبتوا. واش قال القجع؟ ما كانش منه. احنا مازال ما قررناش انتو ما رحتو انسحبتو خلاص بقى وحدو داها هو الهضره. كيفاش عبيك حافظ الرادي كاين تسجيلات تاعو حافظ الرادي قال ما كان تقل روحتو درتو ملف ما غادي ندو 25 ما غادي ندو 27 29 قال لك الى الايام انقلبت 29 للايام انقلبت قالها كيما ولا ما قالهاش. هذا يجي يبغي يعطي الافكار تاعه. هذا بوركوا تكذب؟ بوركوا تكذب؟ بوركوا تكذب؟ بي تكذب على واحد على ما قدر تسجيل ناس جزائريين كاع سامعين واش كاين جاي انت بي تكذب تقنع ناس بالكذب تاعك؟ بوركوا انت خبيث كيما هاك؟ بوركوا تقول باللي القجع ما قالش؟ لقجع كان لقجع قال انت ما تنجمش تهدرها ديريكت خات خبيث. انا نقول لك لقجع قال باللي غادي ينظموها وفي البرلمان ولا يصفقوا عليه قالها قال لقجع قال والدولة كان على بالها الناس كانت على بالهم واو لله. تكي جاي تدافع انت لم رك دافع كيف يا بيت تهم حافظ الرادي مد المعلومه في الف في 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 نوفمبر 2022. حسين جناد كنت بقاو تشوفوا حسين جناد في اوت من خرج مع شكون اللي خرج لك مكلب الاعلام قال لهم باين ترشحوا قال لهم راكم تقلقتوا على انتوا الترشح تاعكم حسين جناد يا زيد وهيب يعني بالك في اكتوبر قبل حافظ الرادي اش قال لهم؟ قال لهم موتي بي يضحك عليكم والله ما تنظموها قالها لكم كيما هاك واو لله وما عينا نقولوا لكم وحنا قلنا لكم فاني واو لله ماشي قلت بل انت اليوم انت كيفاش منافق؟ عندي هنا التصريح تاعك مايغري هذه انت درتها في فيديو بصح تصريحات وحده اخرى تسريبات وحده اخرى كيفاش تتهم في وليد صادي باللي سحب الملف باش يعطوه عضويه في الاتحاد الافريقي كان منتح حمار واو انت حمار وحشي حمار وحشي قلتها لهم قلتها في فيديو بصح انا راه عندي تصريح كيفاش اتهامات كاع وحده اخرى مدخل حتى السلطه باش يسحبوا الملف وباش يعطوه باش يسهلوا الماموريه وباش منه واو لله. اليوم كيما تقول حافظ الرادي احنا ما ذهبناكش فهم روحك يا حمار الوحشي بوركوا تكذب يا بوركوا تكذب قلنا علا تكذب عليها علا انت مونتير كيما هاك علا انت خامت كيما هاك علا من اجل ابو شوف دراهم قال لي كليتهم وقال لي دخلتهم تحطهم عند لابوكا كي انت كي جماعتك هذاك اللي مقصر الشعب اللي مع من كنت تهدر كلش راه كايف عليك غادي تسمعوا لوحكم تسمعوا لوحكم ما بالواحد شنو قالوا لي انت درت فيديو تطلق لك حبه كيفاش تهدر مع حبيبك المغربي تقول له احنا نديرو وانت دمر
سيمو يسموه سيمو واقيلا كيسمو واو لا راني ساهل المغاربه اليوم. لكن هذا نهضر كرة قدم بصح نتوما الخباثة اللي تلعبوها تخرجوا لا يخدموا مع المخزن وانتوما من تحت تهضروا معاه. راه عندي هنايا بعد تسمع روحك بعد تسمع روحك مكانش كاع مشكل تسمعوا كاع روحكم. ما تنساوش عطونا لايكيام كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاوعنا وان شاء الله دايما معاكم بجديد. واللي يمشي ابوني معنا وربي يحفظنا ويحفظكم.